إلاك يا سندي مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 85 بعد المئة، حلقة 85 بعد المئة، نتناول آيات من سورة يونس. يقول تعالى في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. في ناس كده لما كانوا يسمعوا آيات الله عز وجل يقول لك احنا عايزين قرآن غير ده. في ناس عايشة اليومين دول في هذا الزمان لما بتسمع هذا القرآن يقول لك القرآن ده مش مناسب لعصرنا. ليه مش مناسب لعصرنا؟ يقول لك ده بيتكلم عن التين والزيتون وبيتكلم عن حاجات يعني عفى عليها الزمن. بالله عليك، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. عايزين نغير الكلام ده. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما أقدرش أغيره من نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بحضرة النبي متبع، الآيات تنزل حضرة النبي يتلوها ونحن نحفظها كما تلاها رسول الله. ما حدش يقدر يلعب في آية، ما حدش يقدر يغير آية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما حدش يقدر يلعب في حرف، ما حدش يقدر يعمل مصاحف على مزاجه ويوزعها وهي غلط تتكشف. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ما أنا كنت قاعد معكم. لو ربنا ما أردش، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، ما أنا كنت عايش معكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح المجرمون، ما أنا كنت عايش معكم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في ناس تتخذ عند الله شفعاء، في بعض الناس يدعو الأولياء، وفي ناس يدعو بعض الصالحين اللي عايشين، وفي ناس يعني يتبركوا بالحيطة ويتبركوا مش عارف ايه، وشفت ناس كده بيمسحوا على الحديد ويمسحوا على مش عارف ايه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في ناس لسه عندها عقيدة ان انت لما تروح عند الست فلانة الطاهرة وتدعي ربنا، سبحان الله، ده ربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قدم معروف، قدم صدقة، قدم خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. يعني أنا قلت لكم عن بعض زملائنا كان يعني عنده حصوات في الكلى، وبعدين محني كده ومحدد له معاد عملية، فقال قبل ما أعمل العملية أتصدق. فلما تصدق الرجل وهو ماشي بعد الصدقة فرد ظهره كده وبعدين نزل الحصوات اللي كانت في الكلى بعد الصدقة، فكأنه بعد الصدقة عندما صدق مع الله وتصدق ربنا نزله الحصوات من غير عمليات جراحية ولا بينج ولا تخدير ولا جراحة، فده صادر. لكن اللي بيعبد من دون الله بقى أشياء، بيعبد الجراح ويعبد مش عارف مين ويعبد، لا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الناس ممكن تلاقيهم يعني من غير اختلاف، ينزل أمر لله عز وجل يختلف، منهم من يؤيد أمر الله ومنهم من يختلف. يعني الناس قاعدين يأكلوا يأكلوا، قاعدين في لهو قاعدين في لهو، جي أمر الله عز وجل يختلف. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ما بيختلفوش غير على الحق. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لأن هو ربنا عايزهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وبعدين نفسهم طبعا اللي يبقى معاه آيات يعني يتلو الآيات تنزل عليه معجزات، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. في كل زمان ومكان نفسهم معجزة. طيب ما سيدنا إبراهيم دخل في النار وربنا قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ومع ذلك الناس لا يؤمن. وبعد إبراهيم جاء موسى بالعصا ولم يؤمن الناس. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وما آمن معه إلا قليل. ونجى الله نوحا في السفينة ومعجزة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وبعدين يحكي الله لنا عن بعض الناس المتقلبين.
لما ربنا يشد عليهم ويضيع عليهم ويقولوا يا رب ويبقوا حلوين قوي يعبدوا ربنا. وفي ناس كده مع الفقر تلاقيهم مؤمنين قوي. ومن الناس من اذا اغناه الله فسد حاله، واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. ما انت خدت كويس من غير نعم وكنت بتقول يا رب، لكن اول ما ربنا يوسع عليه ينسى. بعض الناس بعض المغنيين ربنا داعي عليه شويه وشد عليه وراح المستشفى، قال يا رب هتوب مش هرجع اعمل اي حاجه تاني. وهو في المستشفى كام يوم كده خلاص مع ربنا ونصلي ونصوم، اول ما رجع لصحته رجع تاني الاغاني والسهر والليالي. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكر. انت بتتحول، طيب ما هتيجي الايام تتحول تاني. ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر. وانت راكب عربيه ما انت ساير على بركه الله، وانت راكب سفينه انت ساير على بركه الله، وانت راكب طياره انت ساير على بركه الله. مش ربنا اللي عمل الاسباب وسخر لك قوانين الارض؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. كيف هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، راكبين في السفينه والسفينه ماشيه، والسفينه ماشيه حلوه قوي، وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها. ها ناس راكبين سفينه والسفينه ماشيه حلوه قوي، ها واول ما تجي لهم بقى يفرحوا كده وانبسطوا، والناس في البحر ايه السفينه كبيره وعاملين حفلات وفرق موسيقيه ورقص واغاني وحمامات سباحه على السفينه في سفن فيها ايه. وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. مرة أحد الصالحين يحكي لنا أنه كان في واحد جالس ومعه يعني ميزان فبيبيع، ما معهوش حاجة يبيعها، قال بيبيع حكمة. واحد معد عليه فبيقول له أنت بتبيع إيه؟ قال له ببيع حكمة. قال له بكام؟ بألف دينار. بكام الحكمة؟ بألف دينار. فاداله ألف دينار وقال له اديني حكمة. قال له بص لما تقع في ضيق او تقع في شده قول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فربنا سبحانه وتعالى الراجل ده قال له دي بألف دينار؟ قال له اه. الراجل راح ركب السفينه، ولما ركب السفينه كانت ماشيه، وبعد ما مشيت في نص البحر كده بقى الموج يجي يعلى ويوطى والناس تصوت وتصرخ وتجري. فالراجل ده افتكر الايه الحكمه؟ ايه هي الحكمه؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل له لكل شيء قدرا. الراجل قاعد كده على جنب والناس كلها عماله تصوت وتجري، هو قاعد عمال يقول ايه الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل له لكل شيء قدرا. فالناس جم قالوا انت يعني مطمن قوي؟ قال لهم اصل انا معايا حرز، اللي بيقوله ما بيغرقش. طب احنا عايزين الحرز ده. فقال لهم ده بدينارين، تديني دينار دلوقتي ودينار لما نوصل الشط. فكل الناس السفينه كلها ادت للراجل الدنانير، فالراجل بقى معاه دنانير كتير، وكلهم قعدوا بقى يقولوا ايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل له كل شيء قدرا. هدات الامواج ورست السفينه ووصلوا بسلامه الله. مين اللي نجاهم؟ ربنا. فاحنا كده لما يجي لنا ضيق وشده وكرب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل له لكل شيء قدرا. فربنا بيقول ايه؟ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. تفتكر لما ربنا ينجيك من الظلم والضيق هتعمل ايه؟ ولما تكون في شده وضيق مين هتدعيه غير ربنا؟ طب ما نقدم واحنا في الرخاء عشان يعرفنا في الشده. طب ما نقدم اعمال صالحه، اعمال صالحه عشان لما نتزنق ونقول له يا رب عملنا كذا عشان خاطرك يا رب. ها وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. لكن في ناس ما لهاش تقديم خالص، في ناس واقفه تشحت. ربنا يكرمك رب، انت بتدعي، انت ليك رصيد عشان تدعي؟ انت ليك رصيد عشان تدعي؟ ليك رصيد تسحب منه؟ مش لما يكون ليك اعمال صالحه تقوم تدعي ويستجاب لك، ولا انت عمال تدعي على الفاضي؟ تدعي على الفاضي. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ان شاء الله نلقاكم في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي